أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في الهيانات مقتل وإصابة 3 من الشرطة الاتحادية في جنوب غرب كرخوخ. ونطلع في كتابات الحكيم والمالكي يحشدان الرأي العام ويهددان بإشعال المنطقة إن استهدفت الولايات المتحدة إيران. جاء في القدس العربي مصرع 70 مهاجرا إفريقيا إثر غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية. وفي الجزيرة نت نقرأ في ظل التوتر مع طهران واشنطن تقرر نشر صواريخ باتريوت إضافية بالمنطقة. ونطالع في العرب الجديد السراج يطلب من المنطقة الشرقية في ليبيا تعيين ممثلين في العملية السياسية. وجاء في الزمان نائب يقول نينوى بحاجة ماسة إلى حاكم عسكري يتصدى للتحديات الراهنة. ونطالع أخيرا وليس آخرا في البصائر الأحزاب السياسية في العراق تبحث عن مصالحها باستجواب الوزراء. أهلا بكم. تناغم البيان الرئاسي الصادر عن رئاسة جمهورية العراق مع بيان مجلس الوزراء بعد الزيارة الطارئة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تأكيدهما على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والتزام العراق بسياسته المتوازنة في بناء جسور الصداقة والتعاون مع الأصدقاء والجيران ومنهم إيران. هذا ما قاله رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن قدرة حكومته على حماية المصالح الأمريكية وتبذير وعوده للوزير بومبيو، حيث يرسخ القناعات لدى الإدارة الأمريكية بطبيعة تلك الوعود من خلال تصريحات الوزير أثناء زيارته عندما تحدث عن تصعيد الأنشطة الإيرانية وتناقل هذا والمعدات على أرض العراق، حيث هذا ما جاء في مقال للكاتب مجلس السمرائي في العرب اللندنية. الأزمة في العراق مكشوفة للولايات المتحدة لأن النظام السياسي ليس بإمكانه أن يصنع دولة ذات سيادة بقرار مستقل، والسبب ببساطة يعود إلى إرادة الاحتلال الأمريكي التي مزقت الهوية الوطنية ثم تخادم إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع تنظيم الدولة في إيران للإجهاز على بقايا تلك الهوية. وبعدها جاء الدور لإطلاق سراح تنظيم داعش لاحتلال المدن المطلوبة على قائمة الإرهاب الطائفي الإيراني لتكون معادلاً لتأسيس فصائل الحرس الثوري في العراق بغطاء من المرجعية المذهبية وتحت قانون برلماني يضمن لها الحماية من المساءلة الدولية عن انتهاكاتها الموثقة. الحشد الشعبي بتحركاته الأخيرة أو تحرشاته إيرانية الهوى على المستوى السياسي في البرلمان أو بإعلانه الولاء المطلق لولاية الفقيه أو بما صدر عنه من تلويح باستهداف المصالح الأمريكية يضع مصداقية الحكومة العراقية في الامتحان الصعب في تنفيذ وعودها بحماية المصالح الأمريكية. يضيف الكاتب لذلك على الحكومة تقدير خطورة الموقف في هذه المرحلة والتصرف كدولة، لكن ما يجري في العراق من استباحة لمفاهيم الدولة والمواطنة يتسق تماما مع ما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني، حيث قال وما زال يخاطبنا من أنتم كما تفعل ميليشياته. جاء في كتابات الفساد في العراق ذو شجون يستطيع المتناولون له التعلق بأي شجن يشاؤون، فمنهم من يحاول صادقا تسليط الضوء على الفساد والفاسدين خدمة للعراق وشعبه، ومنهم من يختار ما يشتت الانتباه عن الفاسدين لعدة أسباب، ومنهم فاسدون أصلا يشنون حملات إعلامية لتشويه سمعة من يتصدون لمكافحة الفساد فيؤلبون الرأي العام ضدهم، فاختلط الأمر على المواطنين والمواطن البسيط وغابت أو غيبت عنه الحقيقة. حيث يقول الكاتب نعيم مرواني في موقع كتابات أن الفساد الذي يجب أن نكافحه هو ليس الفساد المتجذر اجتماعيا، فهذا النوع ضرره خفيف ويمكن التعايش معه إلى حين،
فلا يخدعنكم مسؤول يعتقل بعض موظفي الدوائر المرتشين ويدعي أنه يكافح الفساد، رغم أن هكذا جهد لا بأس به، لكننا نعرف جيدا أنها محاولة لذر الرماد في العيون فقط. فقد عجز عن مواجهة حيتان الفساد الأكبر والأخطر. الفساد الأكبر والأخطر يتمثل في حصة الأحزاب من ميزانيات الوزارات والتي تذهب إلى ما يسمى بالمكاتب الاقتصادية لكل حركة أو كتلة أو حزب سياسي كبير، وحصة المسؤولين الحكوميين الكبار ممن هم بمنصب مدير عام أو وزير أو ما سواهما من المناصب، حصصهم من كل العقود الحكومية التي توقعها مؤسساتهم مع شركات وأفراد عراقيين أو أجانب، وأيضاً أموال أرباح مزادات العملة المحولة إلى الخارج بعمليات غسيل أموال وصلت إلى مليارات الدولارات، إضافة إلى الشركات والأفراد المرتبطين بأحزاب معينة والذين عادة ما ترسي عليهم العقود الحكومية مقابل حصة من الربح أو تبرع سخي من الشركة أو الفرد للحزب أو المسؤول. هذه الأحزاب ارتهنت حتى لقمة عيش المواطن العراقي بانتمائه لأحد هذه الأحزاب من خلال الدرجات الوظيفية التي صار توزيعها على الأحزاب والكتل السياسية تقليداً بعد عام 2003، وصار على المستقل الانتماء لأحد هذه الأحزاب إن أراد وظيفة حكومية. لا يدع المسؤولون هذه الأيام مناسبة تمر إلا وهاجموا القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي لنشرها غسيلهم القذر، كما يصف الكاتب. مجلس النواب يتمخض لولادة ما يسمى بقانون الجرائم الإلكترونية، والغاية منه تجريم حرية الإعلام والتعبير عن الرأي، لأنهم لا يستسيغون من الأخبار إلا كيل المديح للرموز الفاسدة والتغاضي عن فسادهم الأخلاقي والإداري. جاء بالعربي 21 بالأمس: كان الناس يترقبون الصحف الورقية ومحطات الراديو ليطلعوا على آخر أخبار الكون، وربما كان لتلك الساعات أو اللحظات لذة مميزة، لكنها ضاعت في معترك تطور وسائل الاتصال التي مزجت حياة الناس وجعلتها بلا مسافات، وصارت حوادث الدنيا تنقل لحظة بلحظة وتنقل لحظة بلحظة. عن الصحافة في العراق كتب جاسم الشمري في موقع عربي 21: الحديث عن حرية الصحافة في العراق مزعج لكافة الأطراف الرسمية والصحفية، لأن الحرية كلمة غير واضحة المعالم في الأمة العراقية، حيث أنه وبعد 16 عاما من الديمقراطية يسعى البرلمان العراقي منذ عدة أسابيع لإقرار قانون الجرائم المعلوماتية الصارم. وقالت منظمة العفو الدولية إن القانون الجديد سيفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين السلميين الذين يعبرون عن أنفسهم عبر الإنترنت، وهو انتكاسة مفجعة لحرية التعبير في العراق. ومع مرور هذه السنوات الكافية لظهور حقيقة الحرية للصحافة العراقية، نجد أن الاستخفاف بالعمل الصحفي قد وصل إلى درجة أنه في منتصف نيسان أبريل الماضي شن محافظ الديوانية وإعلامه الخاص حملة ضد صحفيين ومؤسسات إعلامية على خلفية تقارير إخبارية تتعلق بسوء الخدمات في المحافظة، متهما إياها بتحريف الحقائق وتضليل الجمهور بتقارير كاذبة. الكاتب يقول: لا ندري أين هو قانون حقوق الصحفيين وما هو مصيره، هذا القانون المصادق عليه من رئاسة الجمهورية، وهل ما زال على قيد الحياة أم دفن في المقابر مع مئات الشهداء الصحفيين؟ ينبغي أن لا نترك الثقل الأكبر على الصحفيين، وأن يكون الجميع المواطنين وقفة تضامنية، كل من موقعه، لتوثيق الجريمة والفساد والخراب ونشرها على أوسع نطاق، خدمة للمواطن والوطن.
نقرأ في القدس العربي حيث جاء فيها: تتمثل ورطة الجيش في أنه يريد الظهور بمظهر حامي الدولة والنظام والمؤسسات والدستور من دون أن يفقد ماء وجهه مع الحراك الشعبي أو يتواجه بشكل مباشر معه، ولذلك يصر على استمرار رموز الحقبة البوتفليقية التي سماها المتظاهرون الباءات الثلاثة، ممثلة بالرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء. فالجيش يستمد سلطته من هذه الاستمرارية، والتحرك ضدها سيعني ضمنيا أن رئيس أركانه سيكون الاسم اللاحق الذي سيطالبه الحراك بالذهاب، وهو ما يسميه رئيس الأركان بالفراغ الدستوري بحسب افتتاحية جاءت بها صحيفة القدس العربية. خلف السنوات الاحتكار والسطوة المخابراتية آثارها الكبيرة على كيانات العمل السياسي عموما، ولذلك لم يكن غريبا أن الأحزاب الجزائرية لم تستطع أن تؤطر نفسها بقوة ضمن حراك الشارع، ولم تستطع أن تكون الجهة المؤهلة لقيادة الحراك لا اللحاق به فحسب. تواجه الجزائر خيارات فاصلة، فإصرار المؤسسة العسكرية على دعم خطة انتخاب رئيس جديد في الرابع من تموز يوليو بقيادة رموز حقبة بوتفليقة يسيره منطق منع الفراغ الدستوري الذي من دونه يعتبر الجيش أنه فقد القاعدة الشرعية التي يرتكز عليها. أما إصرار الحراك على إسقاط رموز تلك الحقبة فيرفع تحديا كبيرا أمام الجيش والأحزاب السياسية والشارع نفسه لإيجاد شرعية جديدة قوامها حل يمنع تكرار حقبة بوتفليقة بوجوه جديدة. جاء في القدس العربي أيضا، يقول الكاتب: الجيش الجزائري خائف من مستقبل لم يكن موجودا أصلا في حساباته، أما الشارع فينظر إلى مستقبل لا مكان فيه لحلف الأمن والجيش والفساد، فهل تخرج الجزائر من عنق الزجاجة؟ تؤدي التسريبات التي تظهر هنا وهناك عن خطة دونالد ترامب المعروفة بصفقة القرن وظيفة سياسية، وهي تهيئة الأجواء والنفوس لقبول الخطة والتعامل الإيجابي معها أو تركها تمضي في حد أدنى، وهذا هو المطلوب بدرجة أساسية من الحركة الوطنية الفلسطينية وبدرجة ثانية من عتات اليمين الصهيونية وبدرجة ثالثة من الرأي العام العربي، وخصوصا في الأردن ومصر الموعودتين بدعم مالي سخي، ومن الرأي العام الخليجي أيضا، حيث مطلوب من دول خليجية في مقدمتها السعودية تمويل الخطة بنسبة لا تقل عن 60% من جملة الأموال المستهدف جمعها لتمويل مشاريع اقتصادية عدة عن هذا الموضوع. وعن صفقة القرن كتب محمود الرماوي في صحيفة العربي الجديد: وتشمل التسريبات غير المؤكد للخطة منح تعويضات للاجئين الفلسطينيين الذين تقدر إدارة ترامب عددهم ما بين 30,000 و6,000 لاجئ، والمقصود ممن ما زالوا على قيد الحياة ممن تشردوا من ديارهم في فلسطين في العام 1948 مع نزع صفة اللجوء عن الأبناء والأحفاد، ومع العمل على توطينهم في مناطق فلسطين الجديدة، وهو الاسم الذي اختارته الخطة لطمس مسمى فلسطين القائم بذاته، والذي يدل على فلسطين الانتدابية والتاريخية من البحر المتوسط إلى النهر الأردن. وتومئ تسمية فلسطين الجديدة إلى أن تلك القديمة قد اندثرت واضمحلت، وأن دار ابن لقمان لم تعد على حالها. ومن شأن الخطة حسب واضعيها تحسين حياة الفلسطينيين ومنحهم فرص عمل واسعة وتحقيق إنعاش اقتصادي في مصر والأردن، مع التربيط مع الدولة العبرية في شق طرق وبناء وشبكات نقل ومدن صناعية وتنشيط السياحة. يأمل واضعو الخطة شق صفوف الرأي العام العربي ودفع دول عربية إلى توجيه ضغوط شرسة على الفلسطينيين والأردن بالتزامن ربما مع وضع خطة إعلامية كوكبية
تبين محاسن الخطة في إحلال سلام نهائي مزعوم في الشرق الأوسط وتدعو إلى أكبر دعم دولي لها من أجل طي صفحة الحرب والتوتر وفتح الباب واسعا أمام التنشيط الاقتصادي واسع النطاق الذي يجذب شركات عديدة من دول العالم وبالطبع القضاء على الإرهاب والتفرغ لمواجهة إيران والضغط على حلفائها وشركائها. كل هذا التصعيد بين إيران والولايات المتحدة لن يشعل حربا في المنطقة التي تنام فوق بحيرة نفط العالم برمتها. النظام الإيراني يعرف جيدا مع من يتعامل هذه المرة، فالرئيس دونالد ترامب الذي يرسل حاملات الطائرات والقاذفات النووية إلى المنطقة ويسارع إلى فرض عقوبات إضافية قاسية على الصين لمجرد أنها لوحت باستمرار شراء النفط الإيراني، هو غير سلفه باراك أوباما كما تعلمون، الذي رغم وشوشة اللوبي الإيراني في أذنيه استطاع عبر العقوبات إخضاع الإيرانيين القبول بالاتفاق الذي جاء دونالد ترامب وانسحب منه، حيث يقول معتبرا أنه أسوأ اتفاق. الكاتب راجح الخوري يقول في مقال بصحيفة الشرق الأوسط: لا النظام الإيراني قادر على إشعال النيران المدمرة في بيته، ولا الولايات المتحدة تريد تفجير حرب في منطقة مشتعلة أصلا. لا طهران قادرة على شن الحروب وتنفيذ الهجمات على المصالح الأمريكية حتى عبر وكلائها من الميليشيات، ولهذا حرص حسن روحاني الأربعاء على تأكيد رغبة إيران في العودة إلى المفاوضات في سياق تهديداته بتعليق بعض التعهدات النووية خلال 60 يوما. ولواشنطن راغبة في الحرب، وهي التي تواصل القول إنها تريد تغيير سلوك النظام الإيراني الذي يزعزع الاستقرار في المنطقة. لا تغيير هذا النظام ما يعني إعادة إيران إلى حجمها داخل حدودها ونقطة على السطر كما يقال. كل ما يفعله النظام الإيراني رداً على تصاعد حدة أزماته الداخلية والإقليمية هو تصعيد تهديداته، تارة بعراضاته الصاروخية وتهديداته بضرب المصالح الأمريكية في المنطقة، وتارة بالتلويح بالعودة إلى التخصيب النووي، وهو يعرف ضمناً أنه لا يملك سوى الرهان على المناورات مدة 2 أخريين لعل ترامب يخرج من البيت الأبيض. لكن السؤال: هل يستطيع النظام الإيراني الذي ذهب بعيداً في تدخلاته الإقليمية المزعزعة على الاستقرار أن يغير من سلوكه وأن يبقى منضبطاً داخل حدوده، وهو الذي جاء في وقت راحة يزعم فيه أنه بات يسيطر على 4 عواصم عربية؟ قرع طبول التصعيد مستمر وسلم العقوبات الخارقة مستمر كذلك أيضا، وفي وقت يعرف النظام الإيراني جيدا أنه ليس في وسع الأوروبيين أن يفعلوا له شيئا. ولطالما كرر محمد جواد ظريف هذا، وها هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا تهدد بالعودة إلى العقوبات، هي أيضا ردا على إعلان روحاني العودة إلى بعض الأنشطة النووية. بعيدا كل البعد عن السياسة، لا يزال الحزن يخيم على ملامحها الأهوارية ويعتلي التعب تفاصيل وجهها وجسدها النحيل. على الرغم من ارتفاع مستوى المياه في الأهوار وفرحة السكان هناك بعودة الحياة إليهم من جديد والخلاص أخيرا من شبح الجفاف الذي لطالما هدد الحياة على مدى سنوات، الجزيرة نت نقلت قصة العراقية حليمة سوادي البالغة من العمر 34 عاما، وهي واحدة من نساء الأهوار في قضاء جبايش شرقي محافظة ذي قار، تعمل بمهنة صيد الأسماك ولديها أدواتها الخاصة بالصيد، حيث تنافس بذلك المئات من الصيادين في الأهوار، وهي بمثابة منافسة ماهرة بهذه المهنة الصعبة على النساء. وتضيف للجزيرة نت أن أغلب وقتها تقضيه في الأهوار والعمل بشكل متواصل وجاد من أجل عالة والدها المريض، فهي الابنة الكبرى ولا يوجد لها معيل. وفي عمق الأهوار حيث تعيش حليمة مع عائلتها في بيت بسيط من القصب وبجانبها عدد من الجواميس، ويتوسط البيت كالعادة والدها
الذي لا يقوى على السير كثيرا. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.